ونعود مرة أخرى إلى محمد أبو مصبح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من غزة. أهلا بك سيد محمد، وكنت أسألك عن توزيع المستلزمات الصحية والأدوية على مستشفيات غزة، خصوصا أننا نعلم جيدا أنه يتم وضع هذه المستلزمات في مخزن أو في مستودعات بجنوب قطاع غزة. هل تم وصولها إلى المستشفيات المعنية؟ بالبداية أسعد الله مساءكم ومساء جميع المشاهدين عبر القناة الأولى المصرية. أتحدث هنا عن المساعدات التي تم استلامها بالأمس، وقبل الحديث عن الآلية التي تتم في إدارتها أود أن أبرق بالشكر بأسمى الكلمات إلى الشعب المصري وحكومة مصر ممثلة بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من يعمل معنا في هذه الجهود للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة. أود أن أشكر أيضا الهلال الأحمر المصري الذي يعمل على مدار الساعة بجهود مماثلة لجهودنا تحت خط النار وعلى مقدمة الموت، ويقوم بإعداد المساعدات بما يضمن وصولها بالشكل المناسب والبروتوكول المعد بحسب الاتحاد الدولي. تم استلام بالامس 20 شاحنه من المساعدات، منها اربعه شاحنات ادويه ومستلزمات طبيه، بجانب عدد من شاحنات الاغذيه ومياه الشرب. تم ايصالها ومن خلال استلامها تم استلامها من خلال الهلال الاحمر الفلسطيني واللجنه المعده لاستلام المساعدات، وتم تسليمها الى مخازن تتبع وكاله غوث اللاجئين الانروا. ومن خلال الاجتماع اليومي الصباحي كنا باجتماع متواصل مع جميع الجهات التي ستستفيد من هذه المساعدات، واود الاشاره بان المساعدات التي استلمناها بالامس كانت برفقه كشف معد من الهلال الاحمر المصري يوضح من خلاله الكميات والاصناف التي ستوزع على 5 جهات رئيسيه هي الهلال الاحمر القطري والهلال الاحمر الفلسطيني ووزاره الصحه ومنظمة الصحة العالمية بجانب اليونيسف. وكنا اليوم صباحا باجتماع تنسيقي لآلية استلام هذه المساعدات. سنقوم كهلال أحمر فلسطيني بتسليم المساعدات والقصص كل حسب مخصصاته في هذه المساعدات، ويبقى الشأن متروك لهذه الجهة بتوزيعه ووضعه أينما وجدت في فجوة من الاحتياجات بسبب هذه الفجوة. نعم، نعلم بالطبع أن شحنات الوقود والكهرباء كانت قد استنفدت تماما داخل مستشفيات غزة، واليوم سمحت لأول مرة منذ 7 أكتوبر بدخول شحنات الوقود. ماذا عن الكهرباء وماذا عن الوقود في المستشفيات وأيضا في المناطق الخاصة بإيواء النازحين؟ بالتأكيد نحن اليوم هو اليوم 16 على التوالي من هذه الهجمة الهمجية والشرسة والبربرية على جميع سكان قطاع غزة بما فيهم المنظومة الصحية ومركبات الإسعاف. أما عن الوقود وبالتأكيد يعني توافقت هذه الهجمة مع انقطاع تام للتيار الكهربائي وانقطاع تمديدات المياه وتدمير للبنية التحتية واستهداف مباشر للمشافي وضباط الإسعاف. أتحدث هنا عن الوقود، نحن كهلال الأحمر الفلسطيني، وأتحدث معك أنا اليوم وأنا أتواجد في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، هذه المنطقة المهددة بالقصف. وكنا قد استقبلنا اتصالات تهديد مباشرة من قوات الاحتلال بضرورة إخلاء هذا المستشفى قبل يومين، وما زلنا على رأس عملنا. أما عن الوقود فنحن ننذر بكارثة إنسانية وإيقاف تام وكامل لمركبات الإسعاف ومستشفى القدس التابع للجمعية إذا لم يتم إدخال الوقود أو استلام كميات وقود خلال 3 أيام من تاريخ هذا اليوم. استمعنا من خلال نشرات الأخبار اليوم بأنه تم إدخال كميات من الوقود، ولكن أعتقد بأن الاستلام كان من خلال الأمم المتحدة والأونروا، ونحن لا نعلم عن الكميات أو الوجهة التي ستتم الاستفادة من خلالها
لهذا الوقود. أما عن استخدامنا لهذا الوقود يعني هناك بعض اللقطات على القناة الأولى سيد محمد تظهر وصول الشاحنات الخاصة بالوقود ودخولها إلى معبر رفح من الناحية المصرية، ولكن يبدو أنها يعني قليلة أو لا تكفي حتى الآن، ولكنها تتحرك الآن وفي هذه اللحظة الآن تدخل إلى القطاع من الناحية المصرية إلى معبر رفح. يعني حدثنا عن الوضع الصحي في المستشفيات، وأيضا هل مستشفى القدس التي تلقت أكثر من إنذارا بالإخلاء تعمل بكافة طاقتها؟ صحيح. أما بالحديث عن المنظومة الصحية بشكل عام، المنظومة الصحية انقسمت إلى قسمين منذ أكثر من 10 أيام عندما هددت قوات الاحتلال جميع المدنيين المتواجدين في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة بضرورة إخلاء هذه المناطق والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع. هذا زاد العبء ومضاعفة الجهد والتحديات على الطواقم والمشافي الطبية في جنوب القطاع، علما بأن هذه المناطق أصلا هي تعاني من افتقار وهشاشة للمنظومة الصحية في هذه المناطق. نتحدث عن محافظة غزة، يتواجد فيها أكثر مستشفيات الطبية في محافظة غزة، هي مستشفى الشفاء التابع لوزارة الصحة، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر المساند الأول من حيث القدرة والاستيعاب والتخصص في استقبال الإصابات. نحن نعلم بأن الوقود هو الشريان الرئيسي في استمرار الخدمات من حيث توفير التيار الكهربائي، تشغيل غرف العمليات، وإدارة وحدات العناية المركزة، بجانب النقل والوصول للمصابين من وإلى المشفى والميدان. أما عن قدرتنا كمستشفى القدس، الآن يتواجد حوالي 400 من المصابين، منهم 10 بالعناية المركزة، وأكثر من 30 حالة خطيرة يتم إدارتها من خلال فريق طبي متخصص. يعمل الفريق بكامل قدرته على مدار الساعة دون كلل أو ملل. نحن نحتجز في هذا المستشفى، وأسرنا موجودة في مناطق أخرى تم إيوائها ونزوحها من مناطق الخطر. بعض زملائنا تعرضت منازلهم إلى القصف والتدمير. بالطبع. بعض الزملاء فقد من ذويه وأبنائه وزوجاتهم ولا زالوا على رأس عملهم. التحديات التي نواجهها جليلة وعظيمة، منها تحديات في أرض الواقع وقلة الإمكانيات، ومنها الضغط النفسي والضغط العملي لعدد الإصابات التي يتم استقبالها ونوعية الإصابات. ومن خلال شاشتكم الموفرة أتمنى أن يكون الممر الإنساني باتجاهين لضرورة إخراج المصابين. وصلت الصورة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا محمد أبو مصبح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من غزة، ونتمنى لك السلامة دائما.